طيب فهد، أنا أول مرة قابلتك كان في شاعر الملك، بين الفقرات في برنامج شاعر الملك أنا داخل الكواليس والظلام في الكواليس، سلمت على شخص وأنت كنت واقف معاه، أنا ما كنت أعرفك وقتها، وسلمت عليك قال لي هذا فهد الملك، تفاجأت صراحة وما سألتك وقتها وأبي أسألك الحين. أنت كنت هناك موجود شغل أو كنت جاي تبغى تقابلني ولا ليش كنت أنت موجود في 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 برنامج شاعر الملك؟ حقولك الفترة ذيك طبعا فترة الانقطاع وفترة أيوة الضغط الإعلامي أيوة. أنا تفاجأت فيك جيت يعني في شاعر الملك، لأني الفترة ذيك خلاص قررت أني أعتزل التصوير نهائيا، لكن رجع الشوق شوي شوي، فقلت نشوف شيء غير الرياضة. فصراحة شاعر الملك شدني، خصوصا ذيك الليلة كان الأستاذ عبد الله رويشد حاضر ونخبة من الشعار، فقلت فرصة نحن نروح نغطي الحفل هذاك اليوم. فبالمصادفة أحد الأخوان قال تعال بيك، قلت ليش؟ قال تعال نسلم على تركي. ما كنت زعلان منه؟ احنا في برنامج كورة عشان احنا ما عرضنا الصورة وقت ما طلب منا حسن عبد القادر يومها، يوم فجر القضية كان من خلال برنامج كورة وطلب منا عرض الصورة، وقلنا احنا ان الصورة غير لائقة. انزعلت مننا؟ لا ابدا تركي، شوف انا مصور وانت مذيع وكل واحد بوسيلة الإعلامية او شغلة، حلو، انت انا كمصور مهمتي اصور وانقل، انت مذيع مثلا او مقدم انت تشوف اللي يناسبك وتنشر ما تنشر هذا شيء راجع لك. ما زعجك انه احنا ما عرضنا الصوره؟ لا ابدا، حتى الحين في صحيفتي الجديده مو اي صوره انا اعطيهم هم ينشروها، على حسب السياسه اللي متبعتها الوسيله الاعلاميه. بس انت تسلم الصوره، يطلبون منك احيانا الصحيفه اعطينا الميموري كارد؟ والله انا ما اطلب بالنسبه لصحيفتي اللي انا فيها حاليا، صحيفتي اللي انا الحين معها اللي هي الوطن. ايوه ما يطلبون منك؟ لا ما يطلبون. لو طلبوا منك اعطيهم؟ تعطيهم. طيب.